السلام عليكم سي زايد. السلام ورحمة الله. كيداير نعمس؟ بخير. ما بخير؟ الحمد لله. الحمد لله، الله يبارك فيك. ثم الآن في هذا المعرض، هذا معرض بزوق. إمتى بدا هذا المعرض سي زايد؟ بدا سيدي هذه يومين. يومين هذه؟ يومين. أييه مزيان. أغبال في بزوق إقليم أزيلال. إقليم أزيلال، حيت كاين الناس اللي ما تيعرفوش إقليم أزيلال. منطقة ديال بزوق. إقليم أزيلال. سي سعيد هو الامين ديال تعاونية التصل مصر. اييه. و سي بنين عبد الصادق رئيس تعاونية التصل مصر، الله يحفظكم اسيدي. مرحبا. عليكم. مرحبا بكم. ممكن تعطينا فكره على هاد التعاونية نعمس؟ سي التعاونية ديالنا تاسست في 2015. باه. تخدم على هادشي ديال النحل والمشتقات ديالو. الهدف ديالها هو تحاول دير التثمين ديال المنتوج. التثمين ديال المنتوج باش يكون بالاسم ديال بزوق الزقوم. واللي عندكم المنتوج اللي هو اساسي عندكم في المنطقه شنو هو؟ هو الزقوم. اييه. وهاد الميزه ديال هاد المنتوج السي سعيد شنو هو؟ الزقوم دابا معروف في المنطقه. عندنا الزقوم، عندنا بعدا اولا عندنا الليمون. الليمون يعني انتم ماشي غير لا كاع يعني جميع الانواع تمشيو كاع تنبلاصو تنديبلاصو بالنحل ديالنا لجميع المناطق. اييه. كاين عندنا الليمون. الليمون هذا الليمون. كاين عندنا العسل البلدي ديال الجبح. ديال الجبح هذا الجبح الخابيه. وكاين عندنا سيدي هذا ميلتي فلور ديال ميلتي فلور. اييه. اعشاب. وكاين عندنا هنا ديال الفصه. اييه ديال الفصه. وكاين عندنا سيدي هنا ديال الكاليبتوس. كاليبتوس. كاين عندنا سيدي ديال الجنجلان. هذا جلجلان. جنجلان. وكاين عندنا سيدي فصه الزقوم. الزقوم. وكاين عندنا الدرغموس. وشنو الفرق بين هذا؟ عندنا الغذاء الملكي. نفهموا على لازم واحد السؤال. اييه واخا سي سعيد، دابا حنا كاين بزاف ديالنا وعندنا حبوب اللقاح. حبوب اللقاح. والغذاء الملكي راه عندنا في الثلاجه اللي طلبوا. نفهموا على الغذاء الملكي. اللي طلبوا تنجيبوه ليه، خصو ما يخرجش من من واحد درجه الحراره ديالو. واحد السؤال كيتطرح بزاف، شنو الفرق بين هاد الدرغموس و الدرغموس والزقوم؟ هو هي نفس النبته نفس الفصيله. نفس الفصيله، غير هو الزقوم معروفه به المنطقه ديال اقليم زيلان، والدرغموس كاين في الجنوب. الجنوب. سيدي فني ودارودار. يعني هذا واش نتوما كتديو النحل تما؟ اه فنديبلاصاو بالنحل ديالنا تما. كنديو لهذيك البلاصه ديال سيدي فني وكذا مناطق. مزيان. والنحل ديالكم دابا فين محطوط السي؟ النحل سيدي محطوط في الخروب، في الزاويه. الخروب هذه في الزاويه ديالو. زاويه الشيخ. سيدي مزيان.